خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وافق المجلس الحكومي اليوم على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية، ويهدف المشروع إلى مطابقة القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري مع أحكام الدستور وملائمته مع مستجدات هذا الأخير. أذكر هنا أنه على مستوى الاختصاصات ينص مشروع القانون التنظيمي إمكانية إحالة رئيس الحكومة لكل قضية ذات طابع دستوري على المحكمة الدستورية. أيضا اختصاص المحكمة في مراقبة مطابقة الالتزامات الدولية للدستور، وهذا من الاختصاصات النوعية والجديدة. أيضا المشروع القانون التنظيمي يحيل على قانون تنظيمي لاحق يهم شروط وإجراءات تطبيق اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع بعدم دستورية قانون ما. وينص المشروع أيضا على تغيير النصاب القانوني لإحالة القوانين على المحكمة الدستورية إلى 5 أعضاء مجلس النواب و40 عضوا من أعضاء مجلس المستشارين طبقا لأحكام الدستور.